طاقتك عزيزي الحمل لهذه طاقتك العامة بشكل عام، أنت في وضع انتظار وترقب. ربما تكون قد كنت في علاقة وأنت على خلاف مع هذا الشخص، وأنت الآن مترقب له ومنتظر منه أي كلمة لكي تبدأ من جديد. أنت ما زلت متمسك بهذا الشخص وعندك شغف وطاقة عالية باتجاهه. هذه هي طاقتك العامة. أو ربما تكون أنت في طاقة انتظار لعمل ما أو لدراسة ما، وأنت في أهبة استعداد لبداية جديدة. ولكن احتمال بأن تكون، احتمال أكبر بأن تكون أنت في علاقة، تخرج وتدخل إليها بسرعة. يوجد شغف عالي بينكما وأنت في هذه العلاقة غير ملتزم التزام كلي. أنت تدخل وتخرج وعندك شغف عالي باتجاه هذا الشخص، ولكن لا تعطيه، لا تبقى معه بشكل دائم. فقط علاقة تؤديها وتخرج منها فقط لا غير. أنت ترى بأن هذا الشخص متباعد عنك، ربما قد حصل التباس بينكما وهو الآن مختفي عنك، لا تعلم أخباره ولا تعلم عنه أي شيء. ربما يكون هذا الشخص قد سافر، قد انتقل من مكان إلى مكان آخر وأنت لا تعلم عنه أي شيء. أو ربما كنت في علاقة معه عن طريق الإنترنت وقد اختفى، تكلم معك في فترة معينة من الزمن وقد اختفى والآن لا تعلم عنه أي أخبار، وأنت منتظر لأي خبر من هذا الشخص. أنت في غاية الترقب واللهفة لسماع أخبار هذا الشخص. هذا الشخص احتمال أن يكون قد تزوج أو ارتبط أو هو في ارتباط. ربما يكون هذا الشخص في ارتباط. على الأغلب هناك ارتباط، واحتمال كبير بأن هذا الشخص في سفر، أنت وهو في أماكن بعيدة عن بعضكما. طاقتك لهذه القراءة، أنت في زواج، احتمال تكون أنت في زواج أو متزوج من هذا الشخص، أو ربما تريد، عندك طاقة عالية تريد الارتباط بهذا الشخص وتنتظر منه أي خبر لكي تعلمه بنواياك، أو أنك ترى احتمال بأنك ترى هذا الشخص هو الشخص المناسب للزواج وأنت في هذه الطاقة. عندك حماس وانتظار كبير لهذا الشخص ولسماع أخباره. هذا الشخص متباعد عنك في هذه الفترة، لا يريد فتح قلبه ولا يريد إعطاء فرصة لهذه العلاقة أو لأي علاقة أخرى. ربما قد حصل بينكم كلام، قد حصل موقف زعل، غضب منك وتباعد، وهو الآن لا يريد أن يفتح قلبه وأن يعطي مجال لأي علاقة. هو ما زال يفكر بالماضي ولا يريد أي مصالحة في هذه الفترة، وعنده غضب من هذه العلاقة. مشاعرك باتجاه هذا الحبيب، أنت ترى بأن هذا الحبيب هو بمثابة الأمنية التي تريد أن تتحقق، أن تتمنى أن تتحقق، وأنك ترى بأن هذا الحبيب متباعد عنك ولا يعطي للعلاقة فرصة، وتريد أن تتكلم معه. أنت هكذا تراه متباعد وتشعر بأنه قد ترك العلاقة وذهب. الحبيب هو يشعر بانكسار في قلبه، يشعر بألم كبير. ربما حصل بينكما كما قلت، ربما حصل بينكما شيء قد أحزنه بشكل كبير. ربما كانت هذه العلاقة، قد اكتشف علاقة ثلاثية، قد اكتشفك، ربما لم يكن يعرف بأنك متزوج وعرف مؤخرا بأنك متزوج وأنت لم تظهر له الحقيقة بشكل كامل وعرف، وهو الآن حزين ومتباعد بسبب هذه العلاقة الثلاثية ولا يريد أن يتكلم معك بسبب هذا الشيء. هو متباعد، هو متباعد بشكل كبير عنك، أنت لا تعلم أي أخبار عنه. هو يراك بأنك المصير أو القدر الذي
قد ظهر في حياته وانتهى. هو يراك قد جرحته، وكان هذا مصير أو كارما حصلت له، لأنه احتمال بأن يكون قد عمل هذه ال عمل هذا الشيء، قام بهذا الشيء مع شخص آخر، وردت هذه الكارما عن طريقك إليه. هكذا ويرى. نوايا هذا الحبيب هو يريد أن يتوازن ويعيد العلاقة، أو يعيد الحياة، التوازن لحياته كما كانت في الأول. احتمال بأنه يعاني الآن في الوقت الحالي من مشاكل مادية، وهو يريد أن يعمل توازن، يعيد التوازن إلى حياته لكي يعيش في استقرار. فهو كما يظهر لي في الخطوة القادمة، هو يريد أن يكون متوازن، يعود كما كان من قبل، ويحصل على الاستشفاء، لأن هذه العلاقة احتمال كما قلت أصدقائي، احتمال تكون عن طريق الإنترنت، أو احتمال تكون علاقة زواج. ولكن أنتما الآن في أماكن بعيدة عن بعضكما، ربما أنت في بلد وهو في بلد، أو ربما أنت في سكن وهو في سكن. أنتما لا تروا بعضكما أبدا في هذه الفترة، وهو يريد أن يتباعد عنك في هذه الفترة لأنه يريد أن يحصل على الاستشفاء. وهو صابر، هو لا أقول بأنه لا يحبك، هو يحبك أكيد، ولا تحصل كسرة القلب إلا إذا كان يحبك جدا أكيد، ولكنه هذه الفترة هو يحصل على الاستشفاء، يريد ابتعاد لينسى كليا ما حصل. هذه العلاقة هو يرى بأن هذه العلاقة مصيرها الموت، وأن هذه مصير هذه العلاقة في هذه الفترة هو لا شيء، لا مصير في هذه الفترة. أنا أعطي هذه القراءة 3 أشهر، وهذه 3 أشهر لا يوجد أي جديد في هذه الفترة. صحيح بأنه ظهر لنا بأنه سامح وتعلم، وهناك الموقف سيتحسن، ربما سيتحسن، ولكن أنا لا أرى في هذه الكروت أنه سيتحسن في هذه الفترة، ربما بعد فترة، ربما بعد أن يحصل هذا الحبيب على الاستشفاء، وأنت ربما يجب أن تحصل على الاستشفاء. أنت في هذه الطاقة، أنت تشعر بأنك بحاجة إلى الاستشفاء، وهو هذه الخطوة القادمة يريد أن يحصل على الاستشفاء. ربما كان البعد بينكم هذه الفترة يحسن الموقف بعد 3 أشهر القادمة، يحسن الموقف وتعرفون ماذا تفعلون. أو ربما هذا الكارت يكون لأناس آخرين، ربما هذه القراءة لأشخاص معينين، وهذه القراءة لأشخاص قد حصل بينكما سوء تفاهم أو التباس، وأنت هذا الشخص قد ظهر منه أشياء لم تكن تتوقعها، فتدعوك هذه البطاقة بأن تسامحه وتتعلم من الأخطاء التي أخطأتها معه، أو هو أخطأها معك. ربما أنت من بدأ بالخطأ ورد إليك الخطأ منه بخطأ أكبر، ولكن يجب عليك أن تسامح وتتعلم لكي لا تكبر المشكلة بينكما. وهذه البطاقة تقول لك أن الموقف سيتحسن بإذن الله، ويتضح ما كان بينكما من سوء تفاهم، وأن هناك انجذاب عالي. ربما هذه العلاقة بعد فترة سيعود. أنا أجد هناك حب بينكما، أنت عندك طاقة كبيرة بهذا الشخص، أو ربما كانت هناك مشاكل، اختلافات في السن كما قلت، أو اختلافات في العائلة، اختلافات، هناك مشاكل عائلية. ممكن أن يكون أحد العائلة غير موافق على هذا الشخص، أو حصل بينكما من هذا القبيل سوء تفاهم، أو ربما قد يكون هذا الشخص متزوج، أنت متزوج وهناك مانع بزواجك من هذا الشخص، وهذا الشخص قد علم بما عندك وتباعد عنك. وهذه العلاقة، المهم بأن هذه العلاقة، مصير هذه العلاقة في 3 أشهر ستبقى على حالها، ستبقى على حالها بالرغم من وجود هذه البطاقة.
ولكن تقول لك هذه الطاقة أيضا بأن السعادة موجودة في كل مكان، لا يجب أن ننظر فقط إلى السعادة من زاوية معينة في هذه الحياة، يجب أن نراها من زوايا أخرى في حياتنا. السعادة موجودة ليس فقط مع هذا الشخص، السعادة موجودة مع أي شخص آخر غيره. هذه تدعوك البطاقة النصيحة، تدعوك لبداية جديدة، لبداية جديدة ومسامحة، وأن تكون طيب القلب مثل هذه. هذه تدعوك نفس هذه أن تكون سامح وتتعلم، أن تسامح وتتعلم. إذا كان هذا الشخص قد أخطأ في حقك، تقول لك هذه البطاقة، سامح وتعلم وابدأ بداية جديدة، كن طيب القلب وحاول أن تنسى الماضي وحاول أن تبدأ بداية جديدة. ولكن بداية جديدة ليست مثل هذه يجب أن تبدأ بداية جديدة مثل هذه الورقة. هذه هي طاقتك، أنت ملتزم بالعادات والتقاليد وتحب أن تكون مع هذا الشخص في زواج، في زواج. أنت إنسان جدي، وهذه البطاقة تدعوك فقط بأن تلتزم، تكون طيب القلب وتسامح وتنسى الماضي وتنسى ما حصل بينكما وتبدأ بداية جديدة. سنأخذ بعض البطاقات للعزاب، وستكون هذه البطاقات لثلاثة أشهر من تاريخ سماعكم لهذه القراءة. الأشخاص الذين ينتظرون شخص من الخارج، هل سيكلمكم؟ نعم، هل ينوي؟ ماذا ينوي في الثلاثة أشهر القادمة؟ ينوي على الاستقرار، ينوي أن نكون معكم في علاقة وفي زواج. ما مصير هذه العلاقة في ثلاثة أشهر؟ لا يوجد علاقة في ثلاثة أشهر، لا يوجد شيء في ثلاثة أشهر، ستبقى العلاقة كما هي. ربما سيكون هناك تباعد في هذه الفترة لأنه هو غير مستقر، احتمال أن يكون غير مستقر. سيوجد بينكما، سيكون بينكما قليل من التباعد كما قلت، والقلق والانتظار. هناك شيء متعب بالنسبة لكم، ربما سيحصل بينكما كلام ويكون بينكما زعل في هذه الفترة، ولكن هناك حديث بينكما. الأشخاص الذين